السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الآن في متصفح جوجل كروم فقط كيف أني أقدر أني أحول هذا الرابط إلى باركود أو صورة اللي هو نقطية، هذه اللي هي رمز استجابة سريع. تمام، ندخل هنا أول شيء. هذا شوفوا الموقع هذا مثلا، هاب أنشره هنا، إنشاء رمز استجابة سريع. طبعا هذه الصورة الآن بدخل عليها، طبعا يمديك تنزلها عندك. شوفوا الآن فتح، شفت شلون؟ يعني صورة تحول الرابط هذا إلى صورة. طيب الآن راح أوريكم كيف بالجوال، كيف أني أدخل على هذا الموقع اللي تشوفونه قدامكم عبر الجوال. ندخل على الكاميرا، ثم هنا جاك الرابط. تمام، تدخل مبروك عليك، دخلت على الموقع اللي قبل شوي. وبس هذا نهاية المقطع، أتمنى أن المقطع يكون مفيد لكم وشكرا. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.